في الخلف التنفيذ، واو، بابا با جول 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 جول، وينك يا شريف يا إكرامي؟ جول، هدف مباغت، شريف إكرامي بين يديه ترك الكرة تدخل. جول ثاني للترجي التونسي عند الدقيقة 3 من انطلاقة المباراة، كانت بين أحضانك وبين يديك يا شريف يا إكرامي. يعتذر لزملائه ويعتذر لجماهير الأهلي على هذا الجول من مخالفة نفذت في الدقيقة 25. الخطأ فادح مؤثر جدا، وجاء في توقيت صعب، وصعب جدا على الأهلي.